النجم ده علاء ولي الدين الله يرحمه يا أخي، أنا أحبه بجد مش هزار، مع إن أنا عمري ما قابلته إطلاقا. بحبه بحبه، يعني أقول لك بحبه ليه بقى؟ بحبه لأنه أنا بحس دايما إن هو مش تلقائي، هو تلقائي إلى أبعد الحدود. وبعدين هو مدرسة متفردة، ده بجد، برغم إن هو أظن لو أنا متذكر صح رحل عن دنيانا وعنده 39 سنة الله يرحمه، يعني 20 سنة عدوا، وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وكأنه لا زال موجود حاضر. وبقعد أفكر كتير بجد، يعني لو علاء ولي الدين الله يرحمه كان كمل، كان وصل لحد فين في الكوميديا؟ أنا بشوف إنه لو إنه ربنا سبحانه وتعالى كان أمره إنه علاء يكمل حقيقي، علاء ده كان هيبقى واحد من أهم ممثلين الكوميديا على مستوى العالم، لأنه حقيقي متفرد. وبعدين بص، التسعة وتلاتين سنة اللي عاشهم دول قام بتلاتة وعشرين فيلم أدوار، بيقوم جوه أفلام، وشال تلات أفلام جابوا أعلى إيرادات، تلات مسرحيات هو بطلهم الأول، تألق في أعمال درامية. أنا متذكر كان في مسلسل بيتعمل في التلفزيون، وكان في مجموعة، يعني كان علاء وكان هنيدي وكان مجموعة كبيرة، أنت عامل إيه؟ أنت عامل إيه؟ مبسوط ولا إيه؟ والدنيا جميلة وحلوة ومش عارف بتضحك ولا إيه؟ أنا متذكر كويس الغنوة حتى بتاعت المسلسل. علاء كان حاجة تانية خالص. خلونا ناخد معانا على تليفون معتز ولي الدين، شقيق النجم الراحل الحاضر دائما علاء ولي الدين. ازيك يا معتز؟ ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله حبيبي. كله تمام؟ ربنا يخليك. خلينا نتذكر دايما بالخير شقيقك الراحل والجميل الدائم في كل نفوس المصريين والمجتمع العربي كله، علاء ولي الدين. فاولا ربنا يرحمه وتعيشه وتفتكره، يعني ربنا يخليك. في اول يا رب يخليك. انا يمكن والله بكلمك بجد، انا مشغول بمساله انه علاء اظنه رحل 39 سنه الله يرحمه، صح؟ 39 سنه ونص بالظبط. 39 سنه ونص، كل اللي عمله ده، وتوفى الله يرحمه عنده 39 سنه ونص. الراجل ده لو كان كمل كان وصل لحد فين يا معتز؟ والله طبعا اكيد اكيد كان وصل، الحمد لله كان هيوصل في حاجه كويسه، بس هو طبعا دلوقتي اكيد في مكان احسن، واحمد ربنا طبعا ان الناس دايما فاكراه، وان طبعا التلفزيون المصري اللي هو بيتي وتلفزيون بلدي دايما فاكره وكل ذكرى، وانت يا يوسف بالذات يا رب يحفظك. انت عارف انت ليك معزه خاصه عندنا في العيله، عارف في العيله، عارف، وبشكر جدا اخواتي يعني جدا، يعني ربنا يخليك، وبشكر التلفزيون المصري اللي هو فاكر علاء. والحمد لله انا ماشي، انا 20 سنه دول يا يوسف، انا الحمد لله ربنا وفقني في شغلي وربنا وفقني في حياتي بسبب محبه الناس لعلاء. فانا عايش الحمد لله بمحبه الناس لعلاء، الجمهور علاء اللي كل ما بيشوفني يعرفني يعني بيبقى فرحان بيا. والله الحمد لله انا عارف ان هو في حته كويسه، الحمد لله. الحمد لله. والله خليني اسمح لنفسي ان انا اقول انه هو محبه عيلتكم، يعني الوالد الله يرحمه وانت وعلاء، المحبة الحقيقة تشمل العائلة والأسرة الكريمة، يعني ما في حد إلا ويذكركم جميعا دايما بكل خير. الحمد لله، دي فضل ونعمة من عند ربنا، السيرة الكويسة والسمعة الكويسة، ودي اللي مخلينا دايما محبة الناس في قلوبنا، وهم الناس بتحبنا، وأنا الحمد لله عايز ده. وأصحاب علاء يعني لسه أشرف عبد الباقي كلمني في التليفون امبارح منزل بوست، وهنيدي لسه قافل معايا من شوية، وعلاء مرسي وكل أصحاب علاء صراحة دول رفاق. طب يعني أنا الحمد لله، أنا كنت بتكلم على مسألة إنه علاء كان عنده طول الوقت جانب مختلف عن اللي احنا بنشوفه. احنا شفنا علاء طول الوقت وهو رجل الكوميديا المذهلة، ودايما كان يبني مواقف، يعني مش كوميديا بس إفيه،
مش كوميديا التغيير في الشكل هيلبس ازاي او مش هيلبس ازاي، هو بيخلق موقف. لكن كان عنده طول الوقت حالة مختلفة، حالة بتاعت محبته ربنا سبحانه وتعالى والسعي لرضا ربنا، بل انه يذكر ربنا في اي شيء طول الوقت وينظر الى الطبيعة دايماً كده. التسبيح. اه دي حقيقة، كان دايما على طول التسبيح ده معاه في الكفحة على طول، وعلى طول ذكر النبي عليه الصلاة والسلام دايما كان يقول لي يا معتز قبل ما تنام حاول تصلي على النبي 1000 مرة. ودي فعلا من ساعة لما توفى لغاية دلوقتي أنا بعملها على قدر الإمكان يعني. فهو دايما كان دائم التسبيح، دائما الصلاة على النبي، ودايما كان زيارة بيوت الله الصالحين كان على طول في سيدنا فيسى وسيدنا الحسين وسيدة زينب، وكان محب لآل البيت وكان محب للنبي عليه الصلاة والسلام قوي يعني. فعلاء عاش، ودي أول مرة أقولها، عاش بالفطرة يعني جدا، الفطرة اللي هي اللي الفطرة اللي هي على سجيته وفطرة الطفولة، لأن قلبه علاء قلبه كان قلبه فطرة، واخد بالك؟ كان يزعل وبعديها بخمس دقايق تلاقيه ولا كلمة حتى حصل معانا مع أصحابه، ممكن ياخد على خاطره وبعديها بخمس دقايق يعني مثلا كان يشد عليا مثلا ما بغلط ولا بعمل حاجة مثلا هو مش عايزها فيشد عليا، فأنا مثلا باخد جنب كده يعني يجي يقول لي عادي يا خمس دقايق انت زعلت ولا ايه؟ خلاص ما تعملش كده تاني. فكان دايما الحنيه فيه وقلبه قلب الطفل، كان بيعامل كل الناس صغير كبير زي بعض يعني، ما كانش بيفرق بين حد. اخونا كان الناس كلها بتحبه يعني، الناس لغايه دلوقتي عندنا في الشارع في المنطقه كل ما بتشوفني بتترحم عليه، بتاع الفول العربيه بتاعت الفول اللي عندنا في اول الشارع لغايه دلوقتي لسه عم ربيع يجي يقول لي الله يرحمك يا استاذ علي كنت تيجي تقف معايا وتعزم الناس كلها وانت واقف على عربيه الفول. كان يبقى راجع من التصويت مثلا الصبح دايما كان لازم يروح عند عم ربيع بتاع الفول ياكل الفول ويقعد مع الناس، وفي قهوه عندنا يخش يقعد معاهم ويشرب الشاي ده حليب اللي كان بيحبه. حاجات كده كانت في فطريه جميله، فطريه العفويه وفطريه الطفوله وفطريه النفس الراضيه جدا الحمد لله. لا 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 علاء كان عارف اجمل فرحته ايه لما كان بيشوف طفل صغير بيتحك كده وياخده في حضنه، ده كان فرحه الدنيا فيه، يفضل يقعد يمسك الطفل ده يقرا عليه قران وبتاع وحاجات زي كده. كانت فرحته بيوسف ابن اخويا خالد الله يرحمه، الله يرحمه، كان عنده 6 شهور لما اتولد، كان اول ما جه من البرازيل قبل ما توفى بساعات قال لي لازم اطلع شنطه اللعب والهدوم اللي كان جايبها ليوسف. فضل مصر طبعا علاء لما تريح وكده فقال لي لا لازم يوسف ياخد الحاجات دي. فكان يعني بقول لك قلبه طفل. ده حقيقي واضح واضح، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كتب له قبول في قلوب الملايين لحد اللحظه دي. الحمد لله الله يرحمه. وبعدين نص موهبه علاء كانت جايه من القبول الرباني اللي كان عنده. والله نص الموهبه عنده كان القبول، هو كان بعد كده لما بيقول بقى اي حاجه يطلع يمثل فكانت الناس بتستقبلها على طول الحمد لله فورا فورا. الله يرحمه ويدي لك طولة العمر والبركه في العمر يخليك. وربنا يا رب يديم علينا جميعا كل نعمه. ربنا يخليك يا ميرسي قوي يوسف. يا رب يخليك يا معتز، ده واجب وحاجه من القلب يعني. ربنا يخليك، ده البيت. بشكرك جدا يا يوسف، انت اخونا يعني انت عارف جدا. انا عارف ده، انا بتشرف عندي. ده انا بتشرف والله، ده دايما اقول ده احنا اخوات يعني. ربنا يخليك يا رب. ألف 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 شكر ليك معتز ولي الدين، يعني زميلنا بالمناسبة معتز وشقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين.